بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم زميلكم جعفر منصور. اليوم إن شاء الله راح نشرح أول محاضرة من Physiology of the Hematolymphoticular System. بداية راح نعرف بسوائل جسم الإنسان. عندنا 45 لتر تقريبا في جسم الإنسان. السوائل بتشكل حوالي 65% من مجموع كتلة الإنسان. 5 لتر منهم هي عبارة عن إيش؟ البلد. تمام؟ فالبلد هو specialized connective tissue. ليش عدناك connective tissue؟ لسببين، لأنه أصله هو نفس أصل باقي connective tissues اللي هي الميزنكايم، وبتكون من الشغلتين اللي بيكونوا connective tissues بشكل عام، اللي هي cells اللي هو cellular portion. وحكينا أنه بمحاضرة الهيستولوجي أنه cellular portion للبلد هي عبارة عن 3 types of cells: erythrocytes اللي هي red blood cells، وعندك اللوكوسايتس يلي هي الوايت بلود سيلز، والثرومبوسايتس يلي هي البليتلتس. تمام؟ وجراوند سبستنس يلي هي هون في حالتنا ليكويد بورشن يلي هي ايش؟ البلازما. تمام؟ فنحن مثلا عندنا هاي الصوره للسنترفيوجد بلود. تمام؟ هسه السنترفيوج بشكل عام انه هو بيكون زي جهاز دائري، بنحط فيه التيوبس للمادة اللي بدنا نفصلها، السائل اللي بدنا نفصله، وهذا الجهاز بصير يدور. تمام؟ بشكل متواصل وبسرعات عالية، فبالتالي بتنفصل مكونات هذا السائل وفقا للدنسيتيز اللي هي الكثافة. تمام؟ فنحن هون لما نحط دم نحط حوالي 100 مللتر من الدم، فبنفصله لثلاث أقسام. بنلاقي الموست دنس اللي هم الإرثروسايتس، نلاقيهم في at the bottom وبشكل حوالي 45% من هاي المية مليلتر. بعدين بنشوف فوقيها في بوفي كوت، بتيجي تقريبا لونها أبيض أو من غير لون، بتتكون من نوعين من الخلايا الباقيات اللي هي اللوكوسايتس والبليتلتس، والنسبة الأكبر اللي هي البلازما. تمام؟ هي 55% من التوتال بلد، وبتيجي الليست دنس تكون فوق. تمام؟ اللهم صل على محمد. فبشكل عام انه هو خلايا البلد 99% منهم ار بي سيز. تمام؟ فانت لما تشوف بلد فيلم راح تلاقيها موستلي ار بي سيز، عدد اللي هي اللوكوسايتس بليتلتس فيها كثير اقل من الار بي سيز. هسه راح نتكلم عن البلد. راح نبلش بالبلازما، بعدين راح نرجع ان شاء الله لل سيلر بورشن. البلازما اللي هي ايش؟ اللي هو الليكويد بورشن. اللهم صل على محمد. شو البلازما بالضبط؟ هو عبارة عن البلود سامبل كاملة ما عدا ايش؟ الخلايا، بضل فيهم السائل اللي هو عبارة عن 90% ووتر و10% سوليوتس او مواد مذابة في هذا الووتر، اللي هم ايش؟ اللي هم بروتينز، واسمهم بلازما بروتينز، واللهم صل على محمد، الكترولايتس ونيوتريانتس. النيوتريانتس بتشمل ليبيدز، كربوهيدراتس، وفيتامينز، وامينو اسيدز، وتريس اليمنتس. تريس اليمنتس يعني هم اليمنتس بيكونوا موجودين في الشيء بكميات كثير كثير قليله. تمام؟ فمثلا بحالتنا هاي مثلا عندك مثلا اللهم صل على محمد، مثلا الايرون مثلا بيكون كثير قليل في البلد. تمام؟ او في البلازما مش في البلد ككل. فأشياء كثير قليلة وممكن تجاهلها، ولكنها هي إيش؟ مهمة تجاهلها من الكتلة. regulatory substances such as enzymes وهرمونز وغازز وwaste products، هدول كلهم بيكونوا موجودين في إيش؟ في البلازما. waste products الشيء اللي بتتخلص منها، يوريا، يوريك أسيد، كرياتينين إلى آخره. طيب، تعريف البلازما بروتينز. بلازما بروتينز تقريبا كلهم مخزنين او ينتجوا بالليفر. تمام؟ طب ليش مش كلهم؟ لانه في بعض منهم راح نجي لهم، مثلا زي اللي هي الانتي بوديز، الميونوجلوبولينز، بتصنع بالليمفوسايتس، و this diseases affecting the liver function will influence the production of these proteins. عشان هيك اذا كان في مشكله في الليفر راح يصير في impairment لهاي البروتينز وجودها في الدم. فهم ايش؟ طيب بلازما بروتينز نقسمهم لاربع اقسام. تمام؟ البيومن، او هم تقريبا اهم اربعه،
البيومين في غيرهم. البيومين وهو الموست اباندنت بلازما بروتين بشكل نسبة الاكبر، والمين جنريتور اوف اونكوتيك بريشر. هسه كمان شوي ان شاء الله تعال رح نشرح شو هو الاونكوتيك بريشر بالضبط. الفايبرونيجين اللي هو الكونتريبيوتس تو بلازما فيسكوستي، والجلوبولينز اللي هم الفا الفا وبيتا وجاما. الفا وبيتا مصدرهم الليفر، وجاما هي مصدرها الليمفوسايتس، والجاما جلوبولينز اللي هم ايش؟ الانتي بوديز. تمام. والبروثرومبينز، بروثرومبينز اللي هم ايش؟ اللي هم الكلوتينج فاكتور اللي هي بيساعدوا في عمليه الترومبوسيس. تمام. طيب شو وظائف هالبلازما بروتينز؟ ترانسبورتيشن اولا، الالفا والبيتا جلوبولينز بنقلوا الغازز هرمونز والنيوترينز. تمام. ديفنس عن طريق الاميون جلوبولينز اللي هم مصنعين في الليمفوسايتس اللي هي الجاما، اللي هي الجاما جلوبولينز. وريسيرفينج بودي بروتينز ايفن، فعندهم مثلا هاي الحاله، مثلا نحن نحكي انه شخص صايم لمده كثير طويله او في مجاعه بصير عنده هايبوبروتينيميا، ف شو بصير؟ فهاي البلازما بروتينز بتبلش تطلع على التيشوز عشان تامن خلايا الجسم بالبروتينات اللي بتحتاجها. تمام. عشان ما بتضطر تموت تصير فيها نكروسس. فيزيكاستي اللي هي رزوجه الدم، بتحكم فيها المين للفايبرونيجين وشوي الجلوبولينز. مانتين اكستشينج اوف فلويدز يلي هو الاوزموتيك فانكشنز بتوين ذا كابيلاريز اند ذا تيشوز باي ذا اونكوتيك اور كولويد اوزموتيك بريشر. طيب هسه خلينا نشرح هاي الفقره. اللهم صل محمد. خلينا نختار لون ازرق مثلا. خلينا نرسم تيوب. تمام. نعتبر انه هاي التيوب هو ايش؟ كابيلاريز. تمام. وجود البلازما بروتينز في الداخل مينلي الالبيومين، لان هو اكثر شيء موجود اصلا من البلازما بروتينز الالبيومين، فبالتالي هو اكثر واحد بتحكم في شغله الاوزموتيك بريشر. هاي هسه في نوعين من البريشر، في شيء اسمه هيدروستاتيك بريشر، هايدرو ستاتيك، وفي شيء اسمه الاوزموتيك، او خلينا نسميه في حالتنا هاي اونكوتيك. اونكوتيك. تمام. اونكوتيك له اسم ثاني اللي هو الكولويد اوزموتيك بريشر، نفس الشيء اونكوتيك او كولويد اوزموتيك بريشر. هسه شو بفرق عن بعض؟ الاونكوتيك اللي هو انه وجود البروتينز هاي. تمام. خلينا نتذكر مثلا ايام الاحياء في المدرسه كنا نحط مثلا غشاء شبه منفذ بالنص، ويكون مثلا نحط هون مي كثير مع شوية ملح، وبالمكان الثاني نحط مي قليل مع كثير ملح. تمام. تلاقي المي من هون بلشت تفوت لهون عشان تعدل الأوزموتيك بريشر. فخلينا تجاوزا نعتبر الأوزموتيك بريشر هي نفس الأوزموتيك بريشر. فلما يكون عندي كثير بروتينز هون، هذا الاشي رح يحبس نفس ال اللهم صل محمد، نفس الدم، نفس البلازما رح يحبسه جوا الكابيلاريز بحيث ما يطلع لبرا. على فرضا اذا مثلا قل هذا البروتينز، تمام، وكانت برا نسبهم اكثر برا الكابيلاريز، لونهم بالاحمر برا الكابيلاريز كانت نسبة البروتينات او السوليوتس بشكل عام اكبر. هذا الاشي ايش رح يؤدي؟ رح يؤدي انه هاي البلازما يصير له ليكج، رح يطلع لبرا عشان ايش يعمل؟ عشان يعمل هوميوستيسيس، عشان يعمل توازن بين الاوزموتيك بريشر بالخارج وبالداخل، او الاونكوتيك بريشر بين الخارج بين الخارج والداخل. فعشان هيك بيكون في عندك اللي هو وظيفتهم الاساسيه للالبيومين انه ايش؟ يحبس الدم جوا عشان ما يطلع لبرا. الهيدروستاتيك بريشر، الهيدروستاتيك بريشر بتعلق بكميه البلازما نفسها. تمام. بنتطرق لها بعدين ان شاء الله تعالى. فاتمنى هاي تكون واضحه، اللي هو الاونكوتيك بريشر انه كميه البروتينات اذا كانت عاليه جوا الكابيلاريز بتخلي الدم جوا عشان يعمل هوميوستاسيس، بحيث انه الاوزموتيك بريشر يكون جوا الكابيلاري وخارجها بالسراوندينج تيشوز نفس الاوزموتيك بريشر بالوسطين. تمام. وبلد كلوتينج كواجوليشن يلي هو نحن حكينا مثلا البروثرومبين اللي هو الالفا 2 جلوبولين والفايبرونجين واثر كلوتينج فاكتورز اللي هم البيتا جلوبولينز. تمام.
طيب when we talk about blood RBCs are the greatest effect of blood viscosity. هسه هون بحكي لك انه نحن لما نحكي عن البلد بشكل عام شو اكثر اشي فيه اساسا مش من الووتر من المواد اللي هو ايش اللي هو RBCs صح. فبالتالي اكيد RBCs هي المين افكت على البلد فيسكستي. بس نحن لما نحكي هون لما نحن حكينا هون عن الفيسكستي كان الفيسكستي اوف ذا بلازما تمام. البلازما اللي هي بدون السيلز فبالتالي الفايبرينوجين اللي هو الذائب في البلازما هو اللي بتحكم في الفيسكستي تبع نفس البلازما. اما البلد بشكل عام الفيسكستي تبعيته بتتحكم فيها الار بي سيز. والانكوتيك بريشر نورمال فاليوز رينج فروم 25 تو 28 ميركوري عفوا. طيب هسه بشكل عام بدنا نحكي عن شيء اسمه الكومبليت اند انكومبليت بروتينز. هسه طبعا هذا بشكل عام مش بس للبلازما بروتينز. هلا البروتينز بجسم الانسان بتتكون من ايش؟ من امينو اسيدز تمام. في عندنا نحن حوالي في جسمنا 20 امينو اسيدز بكونوا كل شيء بنعرفه من البروتينات تمام. ف وهي الامينو اسيدز بتنقسم لقسمين essential و non-essential amino acids. essential هم تقريبا 9 amino acids و non-essential هم تقريبا 11 amino acid تمام. هاي اذا اعتبرنا ان الامينو acids اللي احنا عارفين هم 20 تمام. تمام هسا الكمبليت بروتينز هم البروتينات يلي بتحتوي على كل الاسنشال amino acids. طب الاسنشال amino acids شو بتفرق عن non-essential؟ الاسنشال انه هو جسم الانسان بيحتاجها جدا عشان النورمال جروث والبودي مينتيننس ولكن جسم ما بيقدر يصنعها. فهي اسينشال اني انا اكلها تمام اني انا احصلها من برا تمام. والنون اسينشال هي مهمه كمان جسم الانسان ولكن انا بقدر احصلها من امينو اسيد ثانيه. يعني هي في بالباثويز اللي اخذناها من ماده الميتابوليزم في السنه الماضيه بقدر اني اصنع هذول النون اسينشالز ولكن الاسنشلز لا لازم انا احصلهم من الفود سورسز. ومينلي للاسنشال امينو اسيدز بالكمبليت بروتينز. فاذا كان مثلا هذا البروتين فيه الاسنشال امينو اسيدز راح يكون اسمه كومبليت. اذا كان فيه ما كان فيه الاسنشال امينو اسيدز بنسميه انكومبليت. المصدر الرئيسي تبع الكومبليت اللي هو ايش؟ الانيمال سورسز اجز بولتري و الفيشز تمام. انواع الفيشز عندك اللي هو الانكمبليت بروتينز dont provide all of the essential amino acids in amounts sufficient to sustain normal growth and body maintenance. طيب they are provided by vegetables. طيب هذا ايش يعني؟ يعني الفيجيتيريانز راح يكون عندهم ايش؟ راح يكون عندهم امينو اسيد ديفيشنسي. ما احنا حكينا اذا الفيجيتيريان ما بياكل لا بيض ولا بولتري ولا فيشز او فش راح يصير عنده امينو اسيد ديفيشنسي لانه ما راح يكون عنده الاسينشال امينو اسيدز عشان النورمال جروث. فكيف بده يعوضهم؟ بيعوضهم عده طرق. مثلا انه ينوع الخضار اللي بياكله بحيث انه يقدر يحصل اكبر كميه من ديفرنت كاينز اوف امينو اسيدز. وانه امراض حتى بياخذوا مكملات لهي البروتينز زي مثلا بروتينات الصويا بيستخلصوهم من نفس حبوب الصويا تمام. بيكون فيهم الاسنشال امينو اسيد. طيب ما انه خلصنا من البلازما نرجع لعند السيلولر بورشن. هو شوي شيك معجوك صراحة ولكن هيك افضل شيء ترتيب بالنسبة له. السيلولر بورشن او الفورمد اليمنتس نسميهم فورمد اليمنتس لانهم هم مصنعين في البون مارو. فبنسمي they are formed in the bone marrow that's why they called formed elements. The formed elements of the blood include the three principal components, red blood cells, white blood cells, or platelets. Normal erythrocyte counts are in males about 5 million cells per microliter, normal range من 4.3 ل 5.9, in females about 4.5 million cells per microliter, 3.5 to 5.5, والأرقام في هاي المحاضرة مطلوب حفظها. طيب لاحظنا انه الرجال عندهم حوالي نص مليون افريج زياده. طب ليش المن اكثر من الفيميلز اكثر من الفيميل بهذا العدد؟ لسببين تمام.
لانه الميلز عندهم مور اندروجينز اللي هو مينلي التستوستيرون، تمام؟ اللي هو ايش بيعمل؟ بيعمل انه بحفز تصنيع الموليكيول اللي اسمه إيرثروبويتين من الكيدنيز عشان يحفز الار بي سي سينثيسيس. طيب هسه نحن اخذنا من قبل انه الإيرثروبويتين هاي هو موليكيول بروح على البون ميرو بيعملها ستيميوليشن عشان تسوي الإيرثروسايتس، تمام؟ ومور ستيميوليشن فور العملية اللي اسمها الإيرثروبويسيس، تمام؟ والسبب الثاني انه الفيميلز بصير عندهم منسترول سايكل، فبصير عندهم اكسسيف بلود لوس، فبالتالي بالضرورة يعني انه يخسروا دم، فبتقل عندهم كمية الار بي سيز، تمام؟ بالنسبة ل هذا بالنسبة للار بي سيز. بالنسبة للدبليو بي سيز عندنا نحن خمس انواع، تمام؟ مونوسايتس، ليمفوسايتس، ايوسينوفيلز، بيسوفيلز والنيوتروفيلز. نيوتروفيلز هم اكثر تنتين اكثر نوع موجود من دبليو بي سيز، تمام؟ بيسوفيلز وايوسينوفيلز ممكن يكونوا 0%، يعني ممكن يكونوا بالبلود فيلم يلي انت ماخذها ما تشوفهم اصلا، ايش طبيعي؟ هم اقل اثنين، والليمفوسايتس والمونوسايتس. فنيوتروفيلز are the most plentiful abundant leukocyte type in a given blood sample. Normal levels of eosinophils and basophils can be zero, which is normal. Okay. لما وهسه رح جايين على الحسابات. الميكروليترز هي نفس المليمتر كيوبد، تمام؟ هي وحدتين لقياس الفوليوم، وهم نفس الوحدة، تمام؟ تمام. اللهم صل على محمد. ندرس بالأول الـ RBCs. فالـ RBCs are circular, biconcave and shaped and enucleated cells. فهم not true cells، تمام؟ not true cells لأنهم ما عندهم لا nucleus ولا organelles تقريبا. biconcave and shaped زي ما أخذنا بالهيستولوجي تقريبا بيجي شكلهم زي هيك discs. يكون في تقعر من هون وتقعر من هون، فهي بايكونكيف، تمام؟ سيركولار دائرية. sometimes minor changes in their shape occur to aid in passing time. بصير فيها شوية كابينج، تمام؟ بصير تقريبا زي هيك شكلها، يعني هيك تقريبا بصير شكلها عشان تمرق جوا الكابيلاريز بسرعة أكبر. they don't leave capillaries non-motile cells. فهي المين افكت تبعها جوا الكابيلاريز عشان ينقل الاكسجين باستخدام الهيموغلوبين اللي موجود جواتها. فمش زي مثلا الدبليو بي سيز او النيوتروفيلز اللي هي بالاصل شغلها انه تطلع برا الكابيلاريز على التيشوز عشان تحارب الامراض، تمام؟ اريثروسايتس يوجوالي كاونت فور 5 مليون واللي نحن حكيناه قبل شوي. طيب دايمنشنز اوف ار بي سيز شو لما نعمل تحليل السي بي سي للدم شو بنتطلع بالنسبه للار بي سيز؟ في ثلاث شغلات بتحدد شكل الار بي سيز. شيء اسمه الام سي في اللي هي مين سيل فوليوم او مين كاربوسكولار فوليوم، تمام؟ واتس ذا موست امبورتنت بارامتر which is a measure of the average volume of the red blood cell. فوليوم يعني سعه، تمام؟ يعني قديش بتقدر تحمل، تمام؟ و normal range is 80 to 90 micrometer cubed or femtoliter. femtoliter و micrometer cubed هم نفس الاشي، فنحن حكينا انه millimeter cubed هي نفس ال اللهم صل سيدنا محمد عفوا نسيت هي نفس اللي هي الميكروليتر، تمام؟ اذا الميكروليتر هي نفس المليمتر كيوبد، وعندك اللي هو الفيمتوليتر هي نفس المايكرو متر كيوبد، تمام؟ تمام. طيب فهو النورمال رينج تبعيتها من 78، هلا هو مكتوب من 80 ل 90، بس ممكن يكون اقل عند بعض ناس.
وأكثر، أقل من 80 أو أكثر من 90. فالنورمال رينج فيك تحكي إنه من 78 ل 92. سيرفس أريا مساحة السطح راح تكون بالمتر المربع، تمام؟ فهي تقريبا من 119، من 119 ملي متر مربع أو مايكرومتر مربع عفوا، ل 151 مايكرومتر مربع. طيب ديامتر اللي هو القطر راح يكون من 7.5 ل 7.8 مايكرومتر، اللي هو تمام. هذا هو ايش الديامتر. طيب ال MCV is elevated or decreased in accordance with other cell dimensions, surface area and diameter. بالطبيعة مثلا diameter كان أقل، فبالتالي ايش راح تكون الفوليوم تبعية الخلية راح تكون أقل. طيب نرجع للأشياء يلي عملنا لها سكيب، يلي هو هون blood distribution and volume، تمام؟ blood distribution قديش الدم متوزع ب أجزاء الجسم. لمسنا محمد بالفينز رح يكون من 65 لـ 75%، بالأرتريز من 10 لـ 15%، باللنجز 10%، بالكابيلاريز 5%، بالهارت 5%، حفظ تمام. والبلد فوليوم بتغير لفسيولوجيكال ريزنز أو باثولوجيكال، لكن خلينا نحكي عن فسيولوجيكال. فسيولوجيكال حكينا السكس فور ميلز بيكون البلد فوليوم أكثر من النسوان، أكثر من الفيميلز بسبب the greater number of RBCs. بالpregnancy كمان بال last few weeks بصير في hormonal changes، فبالتالي بزيد السيلز، بصير في hormonal changes بزيد السيلز وبزيد البلازما، كلاهما بزيدوا، فبالتالي بزيد blood volume وبزيد حوالي تقريبا من 20 لـ 30%. muscular exercise it increases the blood volume. مكتوب هون في الشيت انه probably due to the contraction of spleen that contains blood and increases blood volume. بس بصراحة يعني انتو احفظوها، ولكن لقيت بحث على بوب ميد، ان شاء الله رح احطه في الديسكريبشن، بوضح اكثر ليش muscular exercise. posture، فالانسان لما يوقف بصير في drop بالblood volume about 15%. ليش؟ لانه هذا الفوليوم بيطلع من الكابيلاريز باتجاه انترستيشيال فلويد ونرو او النير باي تشوز. البلد بريشر نفسه elevated blood pressure lowers blood volume by pressing out more fluid into tissue spaces اللي هو بالهيدروستاتيك بريشر. فنحن لو رجعنا رسمنا الكابيلاريز، تمام، خلينا نتخيل انه هذا البلد فلو، راح ارسمه بالازرق، هذا البلد فلو عم يمشي الدم زي هيك، بصير في انكريز بالبلد بريشر، فبالتالي بتزيد كمية مثلا نبضات القلب، خلينا نحكي، فبالتالي بزيد البلد فلو، فبالتالي ايش بصير؟ في ليكج، بصير هيدروستاتيك بريشر بزيد. هيدروستاتيك انه هي ايش؟ هي القوة المؤثرة على نفس الكابيلاري، فبالتالي بتزيد، فبالتالي بصير في ليكج، فبقل ايش؟ بقل بلد فوليوم. ليش؟ لانه بصير في ليكج. altitude اللي هو الارتفاع، فالناس مثلا اللي بتعيش على المرتفعات بيكون عندهم بلد فوليوم اكثر. ليش؟ لانه الهايبوكسيا بتؤدي انه يصير في stimulation للإريثروبويتين من الكيدنيز، الامر اللي بيؤدي ل stimulation للار بي سي برودكشن، تمام. هو ادرينالين انجكشن او الاكسايتمنت بشكل عام، يعني اذا زاد الادرينالين بجسم الانسان سواء حقنه ادرينالين او سيتويشن زاد الادرينالين، ايش بصير؟ بصير الادرينالين يفرز، فبصير في كونتراكشن للسبلين، فبيرفع البلد فوليوم، تمام. هسه البلد بي اتش، ومستر محمد نورمال رينج اوف بلد بي اتش هو من 7.35 ل 7.45، والنيوترال بوينت بينج 7.1. طيب خلينا نحكي هون عن اشي. هسه نحن اذا بنتذكر البي اتش سكيل، تمام، بيكون بالنص 7،
بلش بواحد بخلص بأربعتاش. هون أي إشي هون بيكون باز، عفواً هون بيكون باز تمام، وأي إشي هون بيكون أسد تمام. هسا البلد ما بسلك هذا المنحنى، هون بيكون بالنص اللي هو ال H2O. H2O البلد نفسه ما بسلك هذا المنحنى نفسه، لا له زي سكيل خاص فيه تمام. نيوترال بوينت تبعيته بتكون 7.4 مش 7.5 تمام. والنورمال رينج تبعه بيكون من 7.35 ل 7.45. أكثر من هون، أكثر من هيك هون بيكون بيسك أو هون بيكون أسيدك تمام. فإذا زاد الـ pH هذا تبع البلد تمام، إذا زاد الـ pH عن 7.45 بصير في عنا الكالوسز، الكالوسز إذا قل بصير في عنا أسيدوسز تمام. و تمام ممكن يكون هسه تمام لما يقل الـ pH level عن 6.8 شو ممكن يصير، أو يزيد عن 8 تمام. رح يصير في مين الشغل، مين ثلاث شغلات، الانزيمز رح يصير في denaturation فيها والفونكشن تبعها بقل بطبيعة الحال لأن تغيرت عليها الانفايرمنت، ومين اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بومب رح تتأثر أكثر إشي، والبوتاسيوم ليفلز رح تتأثر. كيف؟ كل ما زادت الأسيديتي أو البي اتش قل، ما هي الأسيديتي بتزيد لما البي اتش يقل، فإذا زاد إذا قل البي اتش 0.5 0.1 رح يزيد الكونسنتريشن تبع البوتاسيوم 0.6 ملي إكوفلنت، واللي هو عدد منيح، رقم كبير تمام. ف بالتالي هذا الاشي رح يصير في disruption ل او disruption ل internal environment والبلد homeostasis. وعندك رح يصير hyper او hypo excitability ل CNS. طيب functions of the blood بشكل عام شو بيعمل؟ mainly transportation. transportation لايش؟ الاكسجين من ال lungs ل cells of the body، والكربون dioxide من cells of the body لل lungs، النيوتريانتس من الدايجستيف سيستم للسيلز، والويست برودكتس من السيلز للكيدنيز او اللنجز او السوت جلاندز عشان يخرجوهم، والهرمونز من الاندوكراين جلاندز للسيلز، والانزيمز للسيلز اللي بتحتاجهم. طيب وفي عنده انه بيعمل ريجوليشن للبودي بي اتش بشكل عام باستخدام البفرز والامينو اسيدز الموجوده فيه، اللي هي مثلا زي اللي هي H2CO3 اللي هي البيكربونات. It plays a role in the regulation of normal body temperature because it contains large volume of water. فإذا متذكرين من أيام البيو مرة حكينا إنه كيف المي تعمل إنها heat absorbent، فتمتص الحرارة يعني تقريبا تبرد الجسم. It regulates the water content of the cells principally through dissolved sodium ions، اللي هي نفس المبدأ اللي احنا حكيناه بالأصل، إنه مثلا في بالخلايا أو عفوا بالكابيلاريز في كثير صوديوم، فبالتالي إيش لما يمر البلد جنب خلية هذا راح يؤدي إنه الخلية هاي تعطي المية لجواتها باتجاه الكابيلاري، بالتالي عشان تعدل أزموتك بريشر، فبالتالي هيك أنت بصير في ريجوليشن للووتر كونتنت تبع السيلز نفسه باستخدام اللي هو الصوديوم أيونز. و it prevents the body fluid loss through clotting mechanisms اللي حكينا fibrinogens والprothrombins، و it protects against toxins and foreign microbes through special combat unit cells اللي هو WBCs تمام. آخر إشي ضل، اللهم صلنا محمد، حكينا عن كل هاد تمام. آخر إشي ضل اللي هو بالنسبة ل blood parameters.
بلدر بارامترز راح نبدأ بثنتين منهم اللي هي الار بي سيز كاونت والهيماتوكريت او اللي هو الباكت سيل فوليوم اللي هي الاتش سي تي او البي سي في. الار بي سيز كاونت اللي هي رقم الار بي سيز اللي هو عند الميلز 5 مليون بير مايكروليتر وعند الفيميلز 4.5 مايكروليترز سيلز بير مايكروليتر 4.5 مليون. هيماتوكريت او البي سي في percentage of the volume of red cells relative to the total blood volume. It can be measured from the following equation. Hematocrit is the height of the RBCs column على the height of the total blood. فخلينا مثلا نرجع لفوق تمام نحسب الهيماتوكريت تبع هاي الهيماتوكريت تبع هاي بعد ما اعمل سنترفيوج بتطلع هاي مثلا خلينا نحكي انها مأشرة على 100 وهاي 45 فانا بروح قاسم 45 على 100 ريد بلاد سيلز معطي 45 والتوتال بلاد معطي 100 فبالتالي بيطلع 45% هيماتوكريت تمام. بس في مشكلة بيقول لك انه بما انه اللهم صل محمد نفس الريد بلاد سيلز شكلها زي هيك بيجي باي كونكيف ان شيب فبالتالي مثلا لما يكون هذول الثنتين انتاكت على بعض جوا نفس الكابيلاري خلينا مثلا نغمقها شوي بيكون انتاكت على بعض بيكون في هون زي هالو اريا هاي ايش بيكون فيها فيها شوية بلازما فلما عملنا سنترفيوج ضل في شوي بين الخلايا بسبب الباي كونكيفيتي في شوية بلازما فهي مش ترولي 45% تقريبا 2% منها بيكون بلازما فبالتالي بيطلع معك 43% تمام. خلينا نرجع نقرأ شو فيه مكتوب تحت فبحكي لك انه shape of RBCs is not uniform they are biconcave discs therefore around 2% of the plasma is trapped within the RBCs in the tube it has been shown that hematocrit tests give approximate values مش يعني مثلا 100% values دقيقة لا هي approximate due to the plasma trapped in the eye therefore the 45% is not completely RBCs لأنه في شوي منها إيش بلازما. طيب نحل هدول الأسئلة not strictly a function of the blood maintains homeostasis transport hormones and vitamins plays a role in homeostasis hemostasis carrying oxygen and CO2 defense against microbes and toxins. جواب هو A maintains homeostasis إنه في سيلز تانية بتتحكم بالهوميستاسيس غير عن سيلز البلد which is true about blood pH هاي اللي احنا حكينا عنه بالسكيل اللي فوق reference of the acid base state is not according to the neutral value احنا حكينا انه في neutral value اللي هي السكيل من 1 to 14 والneutral value في 7 هذا مش اللي بيعتمد عليه البلد له اشي ثاني reference تبعه هو 7.4 فهاي صح acidosis is any blood pH below 7.35 صح alkalosis any blood pH above 7.45 صح normal value is 7.4 صحيح فهو بالتالي all of the above most of the blood exists in lungs veins heart و capillaries most of the blood exists in veins حفظ wrong about blood pH برضو من نفس الاسكال نقدر نجاوب هذا السؤال acidosis below 7.35 صح alkalosis 7.45 صح any change in pH causes death هون غلط لا لانه امرات بصير مثلا عند الواحد نحكي مثلا بالديابيتس ميليتس تايب 1 بصير عنده ديابيتك كيتو acidosis ما رح يموت منها مباشرة بصير مثلا عنده اعراض ثانية فمش اي تغير في blood pH رح يسوي لك death لا عادي ممكن يكون هذا التغيير في نفس النورمال رينج
ممكن نسوي اسيدوسز او الكالوسز بس ما يؤدي للموت مباشره. بالتالي هاي غلط، سي غلط. بلد از ديفرنت فروم ووتر بي اتش اللي هي يوزنج 7.4 rather than being 7. Which of the following is wrong about albumin? It transports CO2, it maintains exchange of fluids, it's the most abundant type. نحن حكينا انه له مهمتين رئيسيات، exchange of fluids اللي هي عن طريق انه يزيد الانكوتيك بريشر، والموست ابوندنت بلازما بروتين، هاي معلومه حفظ. فبالتالي هو ترانسبورتيشن للسي او 2 مش من وظيفه الالبومين. وهي خلصت المحاضره، يعطيكم العافيه.